أعلنت الأمم المتحدة شراء سفينة صهريج ضخمة لكي تنقل إليها حمولة ناقلة النفط صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن لتتجنب كارثة بيئية عبر تشكل بقعة نفطية في البحر الأحمر. وأشارت الهيئة الأممية إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو من تولى التفاوض على صفقة شراء هذه السفينة التي ستنقل إليها حمولة ناقلة نفطية صافر المهجورة والتي تتخطى حمولتها المليون برميل نفط.